بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هي خدي ام جهشتن ايك ببش كشكرنا خلاك كاديج برنامج ما باوري امي فيش خدت كين اجباني ويا بلند او بامريام مكم بكتن الدنياي ام سربجين وام بمرين سربي باوري وحشرة ملجل أهل باوري بيت كرني سركيش همية پیغمبر خدي بالصلاة خد السربن بدري اسبي ام بشين ديوان رب العالمين وخلات الشمية مصر برسقي ما بكتن كرازي بيناوية وما بكتت بحشتا خدا هروسا ميفيش رب العالمين كين جباني ويا بلند او دنيا ما خوش بكتن او بيرو باوريت ما باقج وبجين بكتن او ما وسط الدنيا يبقهينة وكيوي دنيا شيكري والديف تيجاشتن وزاني ناوي نشامداي ام بردوام سربي ركني هنداي مظن يعني ايمان برب العالمين طبعا في موضوع ما بدو ما هيك اينا اكر خذ حسكتن واميتشين ركنا كي دي تري اش ركنة ايماني كايمان بملائكتا ايمان بملائكتا اويا كما باوريكا درست بشك مهابتن كرب العالمين ملائكتتين واف ملائكة تهجي يتهين يكون يعني وقتك هابين ونا فيغا فيجي يتهين مخلوقة خدينا خديت شيكرين شروناهية واف صفات دفن ملائكتا نقه داريا خدي ابدا ناكن وهمي بوظيفة خو شولة خويت رابين ملائكة مخلوق نوعك مخلوقات عنن شنابة مروف ايمان بينينتن او كس ايمان بينينتن ايماناوي بخدي نيا درستا چنك بيشتن تا ايمان بخدي هابت وملائكة هابت كي وقوتا خدي او خدي قوتي تا ايمان بخدي هابت هروي خدي قوتي تا ايمان بملائكة جهابت كو خدي هند ملائكة تهين ورب العالمين هندك وظيفة بال داينوانا او بهندك شولة رادبن ولازم مروف يعني وي ايمان بينتن نكي ماسي ون زيادة و وكت بجن السرداشون اتهزرو بيرا دا نكتن اشياء خده در نكبتن رب العالمين قرآن دا بما في بحثت كتن بشت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون پیغمبري صلافت خده سر بمحسي پیغمبري ما آمن الرسول پیغمبري إيمان إنا وباور إنا بما أنزل إليه أبوي تشتي أبي بوي هاتي كوحي رب العالمين يا وش دف خده هاتي پیغمبري إيمان في چند إنا والمؤمنون و خدان ايمان اجي خدان باور اجي او ايمان اينا او پیغمبر اينا صلافت خود سربن كل هميه پیغمبر آمن بالله يعني پیغمبر الجلب سرمانا ايمان بخود اينا وملائكته وملائكته توي ملائكته توي وكتبه ورسله وبكتاب خود اينا ايمان بون كتاب اجي اينا وايمان پیغمبر اجي افت خود هنارتن أبا آيات قرآنية خد پیغمبری صلوات خود السربن الجلب سرمانا إيمان بوي تشتي إنا أبا خده نارتي وهميا بيك و إيمان بخده إنا و ملائكة إنا و كتابة خده و پیغمبرت خده اگر ام بين حديثة پیغمبری چوا بحث ملائكة تكتو هبين وانا إمام مسلم اش عمر كور خطابي روايات تكتن خده جرازي بتن و إمام بخاري جي دي حديثة بما ود گرتن وكي جبرائيل هاتي دف پیغمبري صلوات خود السربن و پس يارا ايمان كري چو گوت؟ گوت پیغمبري چو گوت صلوات خود السربن؟ گوت ايمان چيه؟ اينا پیغمبري اف جوابه بو جبرائيل دا گوت ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقت جبرائيل خو اينا سر شكل مروفكي وهاتي دف پیغمبری صلوات خود السربن و پس یارش پیغمبری کری دا اوید درمانا جی الدف پیغمبری او جی گلوه چنده ببن اینا گود پیغمبری صلوات خود السربن مل ایمان ایمان چیه؟ پیغمبری گود تا ایمان خوده هبت و تا ایمان هبتن خود ملائکتت هین و خود کتاب فرکرین و تا ایمان پیغمبره هبتن
و تا ایمان پر روجات دمائی که جهابت کو خود دیوان مخلوقات همیه انس و جنه دی راکت و دی حساب الگل کت و تؤمن بالقدر تا ایمان پر قدر خود جهابتن اگر خوشی هات رکات قدر خودیه اگر نخوشی جهات هر قدر خودیه یعنی چشل بی خود دوی کونی دا چینابن اذن باوری بملائکتا دلیل قطعی یعنی چش شکت دانینه دلیل قطعی کش قرآن و حدیث ها پیغمبری صلوات خود سربن یا هاتی که خود ملائکت تهین و او کسی انکارا وی بکت او انکارا خودی کر انکارا خودیت بشت ایمان تب ملائکت ها بد هند اگه بشت والا استینا گه هم ملائکت چتشتن پانه خود قرآن جا هنارتی یا گوتی اوه کلام خودیه اوه پیغمبر خودیه هر وی خودیه چی گوتی گوتی اوه ملائکت انشی لازمه ما ایمان اب ملائکت جهبتن اب اجماع بسرمانه بسرمان همی اشکفن و نی همیت متفق سروی چندی که او کسی ایمان اب ملائکتا نبت او کافره ورا گو خب ده آیت قرآنه و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا او کسی کفره اب خوده بکتن اب ملائکتا بکت اب کتابت خوده بکت اب پیغمبرت خوده بکت اب رجع آخرت بکت یعنی ایک جوانا آن همی الگلک اف مروه مصیره و چیه فقد ضل ضلالا بعیدا افت سرداشون اکا کیر و یا دیر کو ایدی نزورتن او کسی تشتک جوانا شکک تیده هبتن اوه دی کافر بد بوچی اوه قرآن پی هاتی اگر مروف صح کتن آیتت قرآنی و حدیثت پیغمبری صلافت خود سربن بینتن بحث ملائکتات کتن و وصفت ملائکتا و شولت ملائکتا و او کودانت ملائکت شولت داد کن و تکلا خیوانا دی برای خط اغلبه بحث هندت کن اف یعنی اف آیتت قرآنی و حدیثت پیغمبری بحث هندت کن کو علاقتا وانا الگل خودی که چوانا علاقتا وانا الگل وی کونی علاقتا وانا ملائکتا پیواندی وانا الگل انسانی مروف جده وی چند زانتن که رب العالمینی او تشتی ام فایده جیب کنش ملائکتا یبو ما گوتی و عقیده ما بیرو باورت ما یت پاقش و بجین کرین دا شولت ما جد درز بن احتمال ایک بشتن یعنی صحبت سر ملائکتا بو چی هنده صحبت هاتی کرنی اگر خودی نشامنه ده تنشولت ملائکتا و افا ملائکتا و هو سایتاتن چه کرنه شوله وانا افنه خلد دیوی صحبتی بخواه وگیرتن و دی بخواه دراو و ببختی آجی اپناب وکت و دی هنده تشتا بیجد کت فایده وانا دا اشکست ملائکتا و اشکست خودی و دی هنده چیروکا وکی وید وید کابوی چوا باشه دی در حقا وان ملائکتا دی بیجدن دا او تشتی وید ویدن ابگهینت خلکی اش صفات ادوان ملائکتا و اکی چی تشتی؟ گل جارا ما اف آیتا قرآن یا خاندی و امی تفسیرت کن و امی علماء یا بو ما گوتی و بو ما بحث جه کری بحث ملائکتا تکن الهند جهاد بیر خود ملائکتا چی کر؟ والا ملائکتا گنه ها که کری ملائکتا اف خرابیا کرو اف اگر درستاهی ام تیب گهین افن باری جوان تشتا ناکن بو چی؟ چنکی ملائکت گنه ناکن ملائکت خرابیه ناکن ملائکت او تشتیب سر انسانی تیت ندف ملائکتانینه اش برهندی اگر بدرستاهی امش قرآن و حدیث پیغمبری ورگرین که ملائکت چنه و صفات توان چنه دی عقیده ما پاقش و بجین بد کس نشید بیتنه ناوی هندک حیله و دروا هندک تشتب سر مرادتن و ام باور جی بکین و جا در حقا وانا دا ام آخفتنه که خراب بیجین آن در حق صفات تو آن آن اعمال تو آن و صحبت گلکی تهنجی اش بر هندی کربت گل عالمی اش قرآن ود بن اش حدیث پیغمبری ود بن اش دین اسلام ود بن بوچی چون که ریک نادت خلک خلکش کیست خوا با خوتن و ریک نی نجی خدا بحث ملاکت ای کری تفصیلات تو آن اذن ویره کردم بین راستی ملاکت حقیقت تو آن و رب العالمینی که چه و چه کردن و تفصیلات قودانت ملائکت تیدا و چواننو کلخی وانو صفاتت وانا افسی اف تشتهمی رب العالمینی بخواه گیر داین و نهی لا کسی دیتری یعنی مطالع بسروی بوچی چنکی او تشته فایده ما تیدا خودی بمجه گوتی
اما اود تري فايده مت دانا رب العالمين بكس نغوتنا وابا عقيده اسلاماتيه بيرو باورت ما بسرمانان اف كونك اي چوانه وملائكه چوانو پیغمبر چواننو شولتوان چوانن هر ايكي تخيبيوي حتى چنديه حميد بموجود حتى بحث ملائكه الدنيا يذكري دي بحث ملائكه الاخره تجيكتن او تشتي عقل ما تحمل نكت رب العالمين اش غيبيات هم يا ياغوتي لينتش شي بحث خديبه عقل ما تيناش رب العالمين او تشنغوتا بس هند تشتيكو ام ايمان بيبيني صفات ملائكه خدي نافت رب العالمين ابا حميد جريدينا علم غيبي ام السرفان موضوعته نا اخوين يعني خدي نشام ندانا ام دي ايمان بي چند اينين او كنت قران وحديثه پیغمبري دهات الصلاه خدي السربن وكسي دي تريجي وكي رب العالمين نشيت بما ابدرستاهي ببحثي بكت چونكي كس چج فانتش تغيبي نزانتش خدي زيدتري مروف الراس درست خدان ايمان لازم بريار بدتن هندي تشتي خدي قوتي ما ايمان بها هي وجا افتشتا بچاي قوتبت ام تفصيلات برفرهي قوتبت و ام چه تشتيل سر زيدا ناكين و چوه سر كيم جي ناكين و خانا واسطينين بجن والله هنده تشتا استينا هم ها لازم هوبت يا هوبتن عقل خوش ام نادين شول الوچنده چونكي ام دي خلط بين وكي جلك عقل خوش داي شولت جلا شولا دا تصرفات توانا يتوكي الدينا لهاتين هنده تشتت قوتين عالم اكي جلك مازنا علم فيلسوف اكي جلك مازنا صحبتا سركري چونكي نشولوية تصرفات توي آخفتنا تيوهت وكيد بچيكا وكيد دينا لهاتين وكيد مروف اكي سفيه بعاقل آخفتنا كيد بجد بشتنجي هميد بجد والله آخفتنا ناكفتن چو محل عقلي و ام سروان تشتاجي ام بسرمان ما ايمان بوي هيا او خده بو ما قوتي او بو ما نقوتي ام كار نادي ناف و ام ناچيني چو كي هكي تو كار دي ناف و تو بچي جي تو چو فايدة جيناكي و دي هر خلاتي و خسارتي ايتن إذن حدود ملائكة إيمان بملائكة رب العالمين أبو ماجوتي ومشوي زيد تري بواريب شو تشتي تري نينا وشينامت ما بواريب تشتكي تري جهابت شنك إيك دي آخر تنسر ملائكة آخر تناوي نيا درستا نيا مزبيتا يا بي سوافا يا بي أصلا شو يعني دراوية آخر تن إجبار هندي جي أف تشتي غيبي هندي تو بيجي هندك مروا كوار أبو مفان تشتا بيجا أبوي لغتنا بيجت أبو مرفتيت جهتن درا بصحبتك كده يلا جرافيت بجن عمل يلا اجنات اخرين واجن هو صناعه ولغه اجنان هندي ولغه بينا الشدرانين تعرف لغتاش كيف اينا نيش خلكينات بوشي او خاط شو اصل بونينه ناكب ناف شو لغته وشو اصل اساس بونينه حماد بيش اول تشتكي بومن باش تبتند في الدنيا اذا انساني كتبان معلومات خدي بو تبتني قوتنا خدي هميت تشتد بو پیغمبر قوتين بني اف لغته تدبج پیغمبرانينه پیغمبر اف بحث نكره پیغمبر ناو و صفات و او تشتی خودی بگوتی بو ما آشکرا کری اذا جبر هنده ایمان درست ام ده اینین اپ ملائکتا و اکی خودی گوتی و اف تشتی دیتر جهمی درون ام باور جناکین و چو اصل و اساس بونینه ام ده این صفات ملائکتا خلقی یعنی هیکل وانا کلخ وانا کت چوانن اسا سروی چندی رب العالمینی بو ما بحث صفات ملائکتا نکره له تشتکی کیم نبتن تشتت كيمش كلا خيوانا يبو بما قوتي رب العالمين شد بيش تنفان تشتا اويت كيم بما هاتي نقوتي نش ملايكتا وصفات توانا خده ملايكتا تشكرين بري آدم پیغمبر صلاة خده سربن بابي بشريتي ويات قرآن اجدهاتي وكي رب العالمين يقوتي ملايكتا از دي بشركي تشك معناوي ملايكت هبين بري مروفا بري آدم پیغمبر صلاة خده سربن ورب العالمين يقوتي از دي افي مخلوقي دي تشيكم وأودت عردي دا خليفة ما بتو دي عردي عردي أوفاكتو أزي علمي وزانيني وتيجي هشتني الدمي كو أو في الشولي بكتن وملايكتا يعني قلت رب العالمين قلت ملايكتا بل كي أفمرو فدي يتحين نافدة دي خرابي جيكين دي كشتني كين دي يعني يتحين ملايكتا بغريبة ورقبت رب العالمين شد بيجتن بيجت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة دمي رب العالمين قلت ملائكتا أزدي إيكي كمت عرديدا خليفة والصفات تيجي قلت دهوبت دهوبتا قالوا ملائكتا هم يبيفا شقوتي أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء يا ربي شاوتو دي إيكي كيت عرديدا أفمروا
يتهين كشتني وخراب يجبكن وخيني بريجن وأم أم يعني الدنيا إذا أم توانين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أم بجن يا ربي تيباك ومنزهي وتشقص قصيريك ما سجل تنينة يعني تدبي إني ديكت عرديدا وبرا وأم أمي حمدا تتكين شو أبيتنا جهداري بكتن إن رب العالمين قال إني أعلم ما لا تعلمون أس يا أتزانم هي النزانن معناه هند تشتد ديجيتين إذا فيري ديار بيكم ملائكة بري مروفا يتهين وملائكة رب العالمين يقولتي أزده هند مروفا إنمت عرديدا بحسي آدم بيغمبري كري وزرية طبي أبا معلوماتك ملائكات خده يتشيكرين بري مروفا يادي تري مادة خده ملائكات يتشيكرين كاتشتشتا رب العالمين بيشن ما آدم يش آخي تشيكري يعني أف آخي وتقني ما يتشيكري وزرية طوي جيما يدف آدمي دان بس ملائكات بما شوا بحس كرا رب العالمين بيشن من ملائكات نشنير هي تشيكرين شرونا هي تشيكرين ورب العالمين يعني أفتشتا نشا بيغنبالي داي بيغنبال بالصلاة قد السربن إمام مسلم حديثش عائشة ورد قرتن بيش بيغنبالي هو قد الصلاة قد السربن در حقا خلقية ملائكة خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم خدي ملائكة يتشكرين شرناهية وخدي أجنة يتشكرين إش آجري وخدي آدم يتشكري شويتشتي أو بوا قوتي مما وصف لكم يعني خدي آدم إش آخي وتقني وآوي شكري إذن أف نصت هكا وما ديارتكن ملائكة هندك مخلوقات نورانينة يشنيرها هاتين شكرني أو كلاخي ما هي أوانانينة أو تشتي أم بيت تشتي الزانين أوان يتوانا جدانا وفرق نشمة ونواكي مروفانن وفجاء وقت نواكي مروفا من برا خبدي لا يأكلون خورن ناخن ولا يشربون آوين آوخن ولا ينامون نانفن ولا يتزوجون عيال نابت كو جنبين ومطهرون من الشهوات الحيوانية باقج نجفان تشتت كو أبي برح إنسان حيواني مثلا بيساتي هاي يستير يزراف قريجة هاي خوها هاي أفتشتا ملايكة جفان تشتا يتباقجن أو هند مخلوقات الديترين أفتشتا الدفوانانين أفا إيك يادو يجي ملايكة تباقج وبجين قلناها جناكن يادي تريجي اف صفات مهين ما مخلوقات انسانا مهين ملائكه افنينين او اوت وانجهين ما جي اف صفاتنين بس ملائكه تشتكي دتري رب العالمين يداي ملائكه تشين خبين سر شكل مروفا نواكي مروفان بس شيت رب العالمين او قوه يداي ملائكه خبين سر شكل مروفا او جبتي نقوه ملائكتي بلا باش امزان هندي تشتكد في كوني دا شو لك بكت بتشيكو مظن هر خديه باذن رب العالمين بي خدي كسنشتن وك رب العالمين بما بحث جبرائيل تكتن وما بحث جبرائيل تهدفكي هدف مريم سر شكل مروفكي تصوير مروفكي وهدف مريم كش عمران ديك عيسى بيغمبر صلاه خدي سر عيسى ابن خدي جرازيبه مريم بشت نذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بخلك بيجا يا بيغمبر خدي واذكر في الكتاب مريم قصة مريم بخلك بيجا مريم توابي إذ انتبذت خدير إخستشنا خلكي شد جهة كيدا والوجه يعني عبادته خديت كرش ناف مرو نل ناف مرو بابي يعني طبعا نقول باجر رضابي بس انت كل يا خلكي نتكر نتشوكي خلكي ناف مالا وناف اويديا جهك خاصها بي يا عبادتي بي وشولي مزقت تذكر فاتخذت من دونهم حجابا يعني بردك انه بين وان خلكي ذهبي فارسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ما روحا خبو هنارد بحسي جبرائيلي ما جبرائيل هنارد وابي جبرائيلي خوئينا سر تصوير شكله بشرك مروفك مروفك هي درست مش بره هند مريم جيت ترصا قلت إني أعوذ برب الرحمن منك إن كنت تقيا يعني أسخب خديت بارزم هكذا تشوانا بي أو تشخديت ترسي قلت يعني شوهاتي بي رخصته وقصة طوية يا درجة إذن ملائكة
خط اینن سر شکل مروفا اوجب ازنا رب العالمینی وکی رب العالمین بشته هوب کی حدیث جبرائیلی یا مشهور یا هی وکی هاتی معنى اسلامتی و ایمان و احسان و شرط قیامت او همی گوتین امام عمر به حدیث روایت کتن خود جرازی بتن به جبرائیل هات دف پیغمبری سر شکل مروفکی و اف مروفات بشتن گلکی تازه بی شدید بیاد سیابی جلکی توی گلکی سپی بین سپیکی تازه شدید سواد شعری اس يعني ميت لشيوي برهتوي يت ريوي يسريوي جلكة رجبين لا يرى عليه أثر السفر وعلامة السفر جي السر في الديار نبي نختمر في بيته كسنات بينتن معناه فج عردك يدير هاتي كس الصحابي ناس نذكر يمعنى وش عردك يدير هاتي باش أويش عردك يدير بيت باني لازم يتوزوي بيت يقري جيبت جلكتوي أف علامتها ميل دف جبرائيل نبين وأنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أف جبرائيل هات دف بيغمبري صلاة خد السرب الرنش خاري فأسند ركبتيه إلى ركبتيه تشوكت خي خستن تشوكت بيغمبري ووضع كفيه على فخذيه ثم شرع ودست خدين سر يعني رهن تخو أن يت بيغمبري صلاة خد السرب ودستهابت بصيارة تخاكرن إذن ملائكة شين خابين سر شكل مروفة و بصيارة بكن ويشخل كذا أذا مروفك أفا رب العالمين ما صفاتت وانا هندك شفانا قوتن ملائكة رب العالمين ما قوتي ملائكة چنجت هين بجا چنجت وانا يتندكا مثلا جلكن هندكا بشكن وكي رب العالمين ما بحس كري الحمد لله فاطر السماوات والأرض سورة فاطر دا سبيكي رب العالمين بحست كتن بشتن حمد بو خديبة أو خدي شكري فاطر السماوات والأرض أو خدي عرض عصمان شكرين جاعل الملائكة رسلا خدي ملائكة يتولكرين رسولا قاصدا جدف خدي التين بو بيغمبرت خدي اشمروفا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني أف ملائكة خدان چنجن دو چنج سي شار يزيد في الخلق ما يشاء هندك يدي ترجي رب العالمين زيدات كتن هندي ويفتن إن الله على كل شيء قدير رب العالمين اتشيت هميش ولا بكت ملائكة تشيكرين شرنا هي چنجت هين اف ملائكة اخوت انسر شكل مروفا بصيارتكن ملائكة اخفتن رب العالمين كلام يبو بيغمبرات انن وكي قرآن بو بيغمبر ما انن صلاة خود السربن انجيل بو عيسى بيغمبر اناي توراة بو موسى بيغمبر اناي صحفة ابراهيم بو ابراهيم اناين ويت موسى ووحي بو بيغمبرات انت افشو لملائكتنا وصفات اتوانانا ورب العالمين بيشتن چنجيت هين بس هكا چنجيتوان چوانن افا شوان تشتانا او ان ام زانين خودي نشمانا داش بر هندي امن زانين امام مسلم و بخاري خودي جرازي بتن حديث الرواتش عبد الله كر مسعودي بيش بيغمبري خودي صلاة خودي سربن رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح عن 600 جناح جبرائيل بيغمبري ديتي صلاة خودي سربن جبرائيلي شصت جنك هبين شصت جنك جبرائيلي با أبا يعقوب خدي بما قوتي سر أزمان بيغمبري صلاة خدي السربن وأف ملائكة تها تهوصانا خلقيتا وانا كاچوانا ما إمام بيها بتشكل بتو چرنگ بتن وأم بسيارش إيكي دي ترناكين بجري وراء ملائكة بما بيجا وأو تفصيل رب العالمين قوتي أم ما إمام بيها وأو كرد جي قوتي ما إمام بيجي هيا ورب العالمين يتولي كرين أم ملائكة نابين چونك ملائكة جسمكن يعني يوصنا أم بشاف أبوان شافا أم ملائكة نابينين وش ملائكة جي إش ملائكة جي إش باشي زيادة رجي تشينابتن ما إيمان بفيتشان ده هيا أو تشتد فايدة مدى رب العالمين وما قوتي أوي ضرر ما تيدا أن أم تينا جهين رب العالمين وما نقوتا أم جي الدفناش ملائكة عبدة رب العالميننا قالك بقدر قيمة علاقتها واندف رب العالميني علاقة خالص يا شتش يا عبادتي قهدار يا خدتكن خبو خدت جمينن جماندنا كمطلق هر أمرك يا رب العالمين داي شتش تيتكو أم بشر بالدين خدي ملائكة وانتش تنا بالدين خدي وملائكة نا إلهن ونا بيغمبرنجي ونا بشرنجي هند مخلوق وكي رب العالمين ومحز جكري ملائكة عيال نينا زريت نينا كتش نينا جن نينا وكي مشركة عربة شد قوتن قوتي
حاشا ملائكت كيشت خدينا كيشن يت خدينا بل عباد المكرمون رب العالمين مشن أفدروا عبد عبادة كرت خدينا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ملائكت بر آخفتنا خدي راناكن هرت شكي خدي قوتي بلدكن وهم بأمره يعملون بأمر خدي شغلتكن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم رب العالمين زونتن كاتشتشت البرسنجي فان ملائكتا وشدي ايتو تشتشتن وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن لا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم شفاعة جبوئك ناكن إلا هنا أوبتن يكو خدي جرازي وهم من خشته مشفقون أف ملائكتجي جلكش خدي الترصن يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الآية تكادي رب العش رب العالمين الترصن أو رب السروان هذا ويتكن أو أمرهم بهاتي كريني العرض كي تري رب العالمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عصيان أفانا نينة وديويكن أو خدي أمرهم بكري إذن مخلوقات يترب العالمين وأف مخلوقات تهجي حاشا ناخذينا وهندك يعني هند الصفات اللي تريد بدتي اجبر هندك قالك مهمه ام بخا ايمان ما بملائكتها هابت وكي خدي قوتي هكذا خدي بما تفصيلات توينا قلت ما وكي في قاوي هندك عالم اش نخط اخفت وهند تشتاجيت بيجت قالك يتخراب وقالك يعني مخالفي اسلامتينا اجبر هندي رب العالمين ما بقران بتفصيل يتقوتين وملائكه الشورى اش نخوناكن وملائكه اقتراح حاجه رب العالمين ناكن وشو أمرت ويجي كتشجوتة يبجهدكن طاعته ويتكن عبادته ويتكن وما منا إلا له مقام معلوم وبشهركش مجي يعني جهك هاي جي نابورتن وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أم يتصافي بعبد يا رب العالمين وخدكن صفصف الهرشو لك رب العالمين أمر ماتكتن وأم تسبحا خدتكين أفا حقا ملائكتان أو كسج بلي في تشتكي بيشتن أو يشرك بو خدت شكر وأوي تشتاقوت يا خدي نقوتي ولازم أم تبكين أم ملائكته هو صاتب جهين وكي رب العالمين تشدبش لا ي... ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا رب العالمين أمر ونكرة كهين ملائكة بكن خدي وعبد النيام بكن وخدي أمر ويكري همزانا أبا مخلوقة خدينا بفيشن دي أمهاتين دماهيكا في خلاكي إش ملائكة وحتى إيكادي تري خذ الجلمة هميابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.